جديد في برنامج حلي معنا سبيسيا رمضان. اليوم احنا باش نحضركم حاجه بلينه برشا انتم تعودتوا تعملوها في رمضان، هي السمسة بالفلاوه. لكن اقعدوا معنا تشوفوا المقادير. سمسة بوفريوة 200 غرام بوفريوة، 40 غرام سكر غلاس، ربع كوب عطر شيا، 6 كعبات ملسوقة، 50 غرام زبدة، سكر وماء للشحور. تو نتعديو طريقة تحضير الغوصات هذه. كما تشوفوا حضرنا احنا البوفريوة، حضرنا الزبدة، حضرنا سكر غلاس ايه وشوية زهر فوالا. عطر شيا ولا زهر امي؟ زهر. ما اللي يحب يحط عطر شيء نجم يحط عطر شيء. احنا توا حطينا كيما العاده الشحور نتاعنا ديجا على النار، معناتها نذكر مشاهدينا الشحور اللي شفتوها في حلقات سابقه، نفس الكميه نتاع الماء مع نفس الكميه نتاع السكر، تخليوها يغلي لانتقاد الشحور. من بعد باش نتعداو للحشو نتاع السمسه. دونك احنا باش ناخذوا البوفريوه. بوفريوه مرحية بالطبيعة، بعد احنا حمرناها بوفريوه محمرة ومرحية الكوشة وطرحات مش رحية كبيرة برشا، هذيك تولي ماء، رحية خفيفة رحية باش تولينا كيما هكا بودغ دو نوازيت بودغ. ومن بعد نزيدوا عليها شوية سكر غلاس، ما نكثروش على خاطر احنا بما اننا باش نشحروها السمسة معناها دونك ما نكثروش ياسر في السكر باش هكاك ما تجيناش ياسر حلوة. هي مرة في كوجينة تتحكم في السكر نتاعها، ماذا هي انت شنو تحب؟ تحب حلوة برشا، حلوة شوية، انت شنو تحب؟ فوالا. ومن بعد باش نزيدوا دونك الزهر اللي هو باش يلمها لنا. انت قريتك حطيت السكر غلاس، علاش ما حطيناش السكر العادي؟ السكر غلاس هو اللي يلم اكثر من السكر العادي، معناها السكر غلاس يعمل لنا بات اكثر من معناتها السكر العادي، ما يعطينيش فرد نتيجه وما يتخلطش مليح مع البريباراسيون. عندك على جي ما نشوفك في وصفات سابقه ديما تحط سكر غلاس، سي براتيك و سي سكي الفو معناتها بوغ اوبتونيغ لو ليون. داكور. دونك احنا كيما مستنسين دونك نشوفوا عينك ميزانك نجربوا معناها حتى لين تولينا بات تستخدم. فوالا نجمو ممكن نزيدو شويه برك. ما تحطش ذاك الزهر فرد مره، تحط شويه بشويه حتى لين بات تاعك تتلم كل. فوالا. واحنا ما حشتناش باش تولينا ملمومه جمله، معناتها احنا ما حنيش باش نخدموها، احنا جوست باش نحشيو بها الملسوقه. داكور. باهي دونك توا احنا هكا سافا باش نعملو، باش ناخذو الملسوقه نتاعنا باش نحطو هذا على جهه، بنزين باش نستعملوه كمان معناتها نخليوه على جهه ومش بعيد برشا. ناخذو الملسوقه باش ناخذو صحن باش تولي مشاهدينا كيفاش عملت انت قايدك تقص في الملسوقه. الملسوقه معناتها خدينا ورقه الملسوقه قسمناها في اثنين، قسمتها في اثنين وقسمناها في اثنين. الو احنا ما حناش باش نعملوا ملسوقه معناتها ما حناش باش نعملوا سمسه مقليه، باش نعملوا سمسه في الفور. هو في العاده تو يعملوها سمسه بفريوه مقليه الزيت الزوز ممكنين، ما احنا باش نخدموها سمسه في الفور صحيه اكثر راب. دونك احنا كم باش نعملوها في الفور، دونك باش نستعملوا زبده، الزبده نتاعنا معناتها ذوبناها شويه وبالبانسو باش نعديوها على كعبه الملسوقه على فاس الزوز باش ما تلصق باش تلصق في بعضها معناتها اون فيت باش كيما تقول باش نبلوها، فهمت معناتها هذاك اللي باش يحمرها مليح في وسط الفور، فهمت. نجم نستعمل فما عباد تستعمل زيت في بقعه هو زبده ابنرا، فهمت. مي بون احنا نخيروا نستعملوا الزبده. دونك باش نعملوا باش نحاولوا نلقاو مغرفه صغيره كعبه الملسوقه نتاعنا باش نطويوها شويه كيما تشوف. داكور باش نصغروا فيها. كانت عاودنا ولا جوست توينيها هاو توينيها في اثنين معناها ماهيش حاجه كبيره. تويتها في بعضها معناتها. ما باش ناخذوا شويه من الحشو نتاعنا ونحطوه الفوق. معناتها مغرفه نتاع قهوه حشو. فهمت؟ وباش نتويو، الوغ باش نتويو ها تريانجل، دونك تريانجل نجيو. شويه بشويه خلينا نتعلموا خدامين خاطر هي صعيبه شويه السمسه من الاول، لكن بعد معناتها ديما نمشيو البارتي دروات. كونتر بارتي دروات ريت معناتها نمشيو ونطلعو حتى لين نسكروها الكل. بارفي فهمت كعبه نعاودو كعبه اخرى
باش نزيدو نتعلمو اكثر. دونك كيف نقلها قليله ندهنوها بالزبده على شيرتين بون. احنا اونتر طون باش نطفيو على الشهور تاعنا. بعد باش نخليك انت تعمل وكان باش تقليها انت في في الزيت. ما تحطش الزبده تدهنها دونك ديريكتومون، تحط الحشو وتطويها وتحط تقليها في الزيت. كان باش تقلي في الزيت ما يستحقش باش تحط ما يستحقش باش تحط الزبده. دونك كيما عملنا قبيله نجرب انا امال خلينا نشوف واحد تعلم بالعين ولا لا. هو لازم ديما براتيك دونك نعمل هكا سي سا وبعد تعمل هكا. ديما تمشي المستوي للمستوي معناها تعمل هكا ومن بعد تعمل هكا ومن بعد ديما تتبع وين فوا ما عملت البارتي الاولى. لا ديما امشي للمستوي سيري. اه داكور جو كومبري. هكا بعد هكا وبعد ديما شوف ديما السطر نتاعك يقعد مستوي داكور هكا وتكملها هكا فوالا ونكونوا سكرناها. دونك نكملوا كعبه اخرى. دونك سيرين كيما ترى كملنا لا فينا سمسة الكل ولا لمينيهم الكل. توا كيف ما العاده في الفور قداش قبل الفور دونك باش ناخذوا سيلبات نتاعنا باش نرصفوهم الكل ومن بعد باش نحطوهم في الفور. الوغ احنا مانيش باش نقول قداش هو ابوبري 4 دراج 5 دراج تشوفهم بالعين وقت اللي تراهم معناها حمارو وقتها هما معناتها سيد تابوت فسوما فما حد شيء يلزمو يتيب بخلاف الملسوقه. وست تري امبورطون راهو تحطوا على كيما سيلبات كيما هكا ولا بابي سيفوزي باش الملسوقه بعد ما تلصقش سينو يولي شطرها غادي معناتها في ولا نحطوا في حاجه معناتها نكونوا زيتناها قبل فهمت. هو ما تنساش اللي الملسوقه نتاعنا هكا ولا هكا معناتها زيت احنا زيتناها بالزبده ولا احنا معناتها زيتناها بالزبده دونك معناتها صعيب شويه باش تكون تلصق. نيو كان سوسي معناتها في حكايه ال مي مع هذاك ما معناتها مش مشكل معناتها نجمو زاد نزيدو لو كان ما استعملناش سيلبات معناتها نزيدو بابي سوفيزي ولا نزيدو البلاك اللي باش نحطوها. الحلول الموجوده معناتها. داكور دونك احنا تو باش نمشيو نحطوها في الفور ديجا سخناه 180 دوغري وبعد نرجعو فوالا ونعاودو نتلاقاو على الشحور اون فوا يكونوا طابوا. باهي مي نرجعو بعد ما يتيبوا السمسه. كما تشوفوا السمسة بالفريوة حاضرين حتى قادوا 4 دراج اللي وليو هكا بيان دوغي. تو احنا باش نتعداو للشحور امال سي سا فوالا. دونك باش نتعداو للشحور كيف ما احنا مستنسين دونك الشحور هي على الاخر امال تعرف يعطيك صحه منظرهم ياسر فيهم ياسر بلي به تو لازمنا نكملوهم باغ كونت نكملوهم وندقوهم بعد شقا فتر بيان سور اكزاكت. دونك احنا تو باش نعملوا هما مازالوا دافين هو تو احنا باش نشحروهم كي تجي تشوف النجم زاد نعملوا لهم رشه خفيفه نتاع سكر غلاس فهمت ونخليهم هكاك معناها سي با نيسيسير باش نجمو ان معناتها نجمو ما نعملوش شحور معناتها نحطوا جوست رشه سكر غلاس باش مادام هما كيكا مازالوا فوالا. مي احنا بون كم سكر غلاس معناتها حاجه سهله والناس الكل ينجموا يعملوها باش نتعداو للميثود اللي فيها اكثر شويه خدمه. دونك انا عمل حاطينهم دونك في الشحور ما تسلسنا بها اون فيت كيما العاده عندنا دونك الفيكه نتاعنا حاضره احنا هوني حاطين فستق اما كنا نجمو فيك مغربه بفستق برشا امي ماهوش مغربه بالفستق معليش ليه معناتها خاطر معناتها لونه باهي هو اذكى وبنين ومن داخل احنا ديجا حطينا معناها البوفريوه دونك اش باش نحطوا من برا معناتها كنا نجمو نحطوا لوز معناتها كنا نجمو نحطوا لوز ولا كنا نجمو نحطوا شويه جلجلان كل واحد يعمل تقعد في نفس المطعم باش تحط بفريوه تقول كلها بفريوه صافي زاده فهمت كل واحد باش يعمل بالذوق نتاعو معناها مش انت شو تحب ولا ماهيش اوبليغاتوار باش واحد يستعمل كيف ما احنا استعملنا الفاكهه اللي يحب عليها هو اون فيت فوالا
دونك قاعده تشحر انت توا هنا نحطوا فيهم معناتها كيما ترا كل وحده بالكعبه دونك كان تحب نكملوهم الكل كيما العاده كيما مستنسين وبعديك نرجعوا باش نشوفوا حاجه امال وي اللي حطيته في الفور جاوا كيما مقليين معناتها كروستيون على الاخر ظهرك اللي الزبده اللي احنا تليناها بهم هي اللي تعطي قولي هكا قولي لاستوس هذه الزبده معناتها كي تهنا تدهن المسوقه بالزبده تجيك بيان كروستيون معناتها فوالا بي بي استوس خيره من عندك امل ما كنتش نعرفها هذا انا ديما نقليهم في نحط زيت ونحميه وكل شيء ونقليه بون صحيا هكا في الفور يجيو خير برشا معناتها صحيا حتى في البنه بنين خف حتى في الجو فهمت شوفوا صمصتنا حاضرة زيناها وتوما أكيد توما باش تجربوا تعملوها ونقولكم شيها طيبة ونتلقاو كيما العادة في برنامج حالي معنا على قناة تونسنا